الأمل يصنع التغيير. الهوية الإعلامية المرئية الإماراتية تتلألأ على شاشات بورصة ناسداك. أوكتي أول شبكة اجتماعية عبر الواقع المعزز. وعالم ماجد استراتيجية وخطط وحلة جديدة. مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا وتتابعونا. موعدنا يجدد معاكم في حلقة جديدة من يلا سوشيال، بنعرض فيها أبرز المواضيع اللي انتشرت في السوشيال ميديا من تغريدات، بوستات، صور، مقاطع فيديو، وأكيد تعليقاتكم وتفاعلكم. ومساء الخير محمد. مساك الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم برنامج يلا سوشيال عبر قناتكم قناة أبوظبي. بنحاول نلخص لكم في هالنص ساعة إن شاء الله الأخبار اللي صارت ترند على السوشيال ميديا، ولا تنسون تتابعونا عبر حساباتنا الظاهرة أمامكم على الشاشة وعبر هاشتاق البرنامج يلا سوشيال. يلا نبدأ. إنساناً وكفى وازرع الخير وين ما كنت، فالإحساس بالآخرين والاهتمام فيهم وفي مشاكلهم ومحاولة حلها من دون انتظار مقابل هو ما يعتبر من أنبل وأسمى القيم الإنسانية اللي يمكن للشخص أن يتحلى فيها. وعالمنا العربي يزخر بنماذج مشرفة قاعدة تساهم في نشر الثقافة، ثقافة التطوع، ثقافة العطاء، ثقافة فعل الخير، ثقافة تزيل كل الفروقات الاجتماعية وتجعل من مجتمعاتنا مجتمعات سليمة. طبعاً هذه النماذج المشرفة كثير ما يكون صوتهم غير مسموع، فبالتالي ما يقدرون يتقدمون إلا أن جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في البحث عن قصص ونجاحات هؤلاء الأشخاص في كل مجالات الحياة عشان يكونون قدوة لغيرهم. وأطلق سموه أكبر مبادرة عربية لتكريم أصحاب العطاء من خلال مبادرة صناع الأمل، وعلى مدار نسختين من المبادرة شارك الآلاف من صناع هذه الآمال يمثلون كافة أنحاء العالم العربي. فازت بالمركز الأول في مسابقة صناع الأمل في نسختها الأولى نوال الصوفي، أما في نسختها الثانية فقد فاز بالمركز الأول محمود وحيد من مصر عن مبادرته المعنية بإيواء المشردين في الشوارع من كبار السن. وتأتي النسخة الثالثة من صناع الأمل لتتخطى عدد الترشيحات فيها إلى 92 ألف مبادرة من 48 دولة حول العالم، وسيكون هذا الحفل الإنساني بتاريخ 20 فبراير 2020، طبعاً تاريخ مميز ومناسبة مميزة أكثر نتعرف فيها على صانع الأمل الجديد لسنة 2020. أخبارنا الرياضية لليوم، شهدت العاصمة الرياض يوم أمس حفل تدشين بطولة طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية، وانطلقت اليوم أول المنافسات. يشارك في هذه البطولة 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريق من مختلف دول العالم، ويتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كيلومتر. احتل منتخب الكويت المركز الأول في نهائي منافسات البطولة العربية للرماية واللي أقيمت في المغرب، وحصد على الميدالية الذهبية برصيد 357 نقطة، يليه المنتخب المصري اللي حصل على فضية البطولة برصيد 345 نقطة، ثم المنتخب المغربي اللي اكتفى بالبرونزية وحل ثالثا برصيد 338 نقطة. عزز فريق لوس أنجلوس كليبرز موقعه في المركز الثاني على جدول الترتيب في القسم الغربي لكرة السلة الأمريكية بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 108 إلى 105، وقد ساهما نجما سبيرز كاوي ليونارد وبول جورج بشكل بارز بتحقيق الانتصار لأصحاب الأرض. توج لاعب السنوكر الإنجليزي جود ترامب بلقب بطل دورة ألمانيا للأساتذة على حساب الإسترالي نيل روبرتسون إثر فوزه عليه في النهائي بنتيجة 9-6، وحقق الإنجليزي البالغ من العمر 30 عام بذلك لقبه الرابع في الموسم الحالي بعد فوزه ببطولة العالم وبطولة العالم المفتوحة وبطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة. وحصل جود ترامب إضافة إلى لقب هذه البطولة على جائزة مالية قدرها 80 ألف جنيه استرليني،
بينما اكتفى روبرتسون بمبلغ 35 ألف جنيه استرليني. هذه كانت أخبار اليوم. والحين رح ناخذكم على جولة في أخبارنا المنوعة والسريعة. تزينت شاشة مبنى بورصة ناسداك في ساحة تايمز سكوير بنيويورك بالشعار الجديد والمميز للهوية الإعلامية المرئية بخطوط السبعة التي تشير إلى سبع إمارات والسبعة المؤسسين في خطوط متساعدة تعبر عن الطموح. في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم الـ 45، شارك عشاقها من مغردو تويتر في هاشتاج يحمل اسمها مقاطع من أجمل ما غنت، وصور لها معبرين عن حبهم الكبير لها ولأغانيها والإحساسها اللي ما زال يغزو قلوبنا في كل مرة نستمع لها. حبه اللي انت جاي تقول عليه الله، يعني هذه واحدة من المعجبين طبعاً. أكيد لازم، ما من ما يحب طبعاً، كلنا نحبها. طبعاً احتفل الفنان عمرو دياب بطرح أول أغنية سنجل لابنه عبدالله وذلك ريوت بمشاركة مجموعة من أصدقائه المطربين، وكتب الهضبة عبر صفحته في الفيسبوك: أهني نجري عبدالله وأصدقائه على أغنيتهم الأولى، استمروا يا أولاد. طبعاً يغني عبدالله باللغة الإنجليزية، ويبدو أنه موهوب كشقيقة الصغرى جانا اللي أطلقت أكثر من أغنية باللغة الإنجليزية. انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان مجروح من كلمات نادين الأسعد والحان المطرب اللبناني وليد توفيق، وسيتم طرحها قريباً. ويعد هذا التعاون هو الأول بين الفنانين، كما أنها المرة الأولى التي غني فيها هاني شاكر باللهجة اللبنانية. عجبتك أخباري اليوم مرة السريعة؟ رهيبة طبعاً. أنا ودي أقول لك عن موضوع الهوية المرئية الإعلامية. مو بنت صوت حق هذه الهوية اللي فازت؟ في الآب أوف ذا ديلي اليوم، تعتمد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي على خلق التواصل بين الأفراد من خلال عمليات البحث، إلا أن شركة أوكتي اللي أطلقت تطبيقاً على متجر التطبيقات راهنت بشكل مختلف، فهي تحث الناس على التفاعل في العالم الواقعي عن طريق تقنية الواقع المعزز الـ AR، يعني رصد الأشخاص من خلال الوقوف أمام كاميرات الهاتف الآيفون الخاص بشخص آخر، وإذا كان الشخص الآخر يمتلك حساب على الأوكتي فيمكن لكل منهم أن يصبحون صديقين على الشبكة الاجتماعية، ويمكن لعضو شبكة أوكتي دعوة الشخص الآخر للانضمام إذا ما كان عندها حساب. طبعاً تستخدم الشركة تقنية رصد أجزاء مميزة للأشخاص مثل العينين والأنف والمرفقين، بشرط أن يكون الشخص في مواجهة الكاميرا اللي يستخدمها التطبيق، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخمين صاحب الوجه، يعني نفس ما احنا نقول الفيس اي دي نفس اللي موجود على الايفون. طبعا محمد، ما تحس شوي ان هذا التطبيق غريب؟ ممكن ان احنا اي حد يضيفنا في الشبكه، او نقدر نضيف اي حد وندش على ملفه الخاص، يجينا صارت باركود يعني. صح. يعني ما ادري، ما احس انه شيء كويس. يمكن مو بسيف وايد يعني التطبيق، يعني ما. وثاني شيء اتوقع انه التطبيق راح يواجه معاناه شويه، خصوصا يمكن في العالم العربي. تعرفين ليش؟ لانه في يعني اللي هم ميك اب ارتست مره يحب يحطون اشياء ميك اب زياده فما راح يتعرف عليها. يا يقول مين دي؟ مين دي اللي هي قبل شويه ولا اللي قبل؟ لا لا، بالغت عاد محمد. احب البالغ. انت تحب تبالغ. انا احب ابالغ. فاتوقع التطبيق يعني انا عن نفسي ما استخدمه، وانا بعد حسيته نوعا ما يلائمني، يعني ما يناسبني. تخيل اجي اضيفك اقول بالله ايمان دقيقه بالله خلني اضيفك عندي، تخيل من وين. بس ترى في ناس يحبون هذا النوع من التطبيقات، يعني كيفهم عاد، احنا لنا ان نوصل لهم الاخبار. طور باحثون لتكنولوجيا علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي ورق حائط ذكي يمكن ان يقوي اشاره الواي فاي في المنزل بنسبه تصل الى 10 مرات، كما يتصل بالاجهزه المنزليه الذكيه الصغيره. ولا يتطلب ورق الحائط الذكي الطاقه او الاسلاك، لانه ببساطه يعكس الاشاره اللي بيتم طرحها بواسطه أجهزة أخرى. فعن طريق استخدامه يمكن للجهاز أن يكون بمثابة عنصر تحكم بإرسال إشارة منخفضة الطاقة على الحائط، ثم يعكسها وينثرها عند الحاجة. يعني
يعني وصلنا لمرحلة أن ورق الجدران صار هو اللي يخليك تشبك على الواي فاي أسرع. أتوقع لما يعني تعكس عليه، ما أدري الصراحة، غريب الموضوع، ما أدري، بس والله أحتاجه أنا. ليه عندكم الإشارة ضعيفة؟ إيه الإشارة وايد ضعيفة عندي في البيت، فأحتاج الورق ورق الجدران. إيه أنا لا ببدأ أشك في ورق الجدران ذا، صدق أنه مو بس حق واي فاي، يعني إذا بيجيب لي إشارة إيش بيجيب لي بعد؟ صح؟ ممكن يجيك يقول لك بعدين الجدران لها أذان، عرفتي؟ والله أنت المهم مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل السريع وبعدها نرجع نوصل. خلص اسال محمد عن ورق الجدران اللي قاعد تتكلم عنه. لا ما راح اسويه ابدا. قول. اليوم انا جايه بتكلم لكم عن ابلكيشن وايد انا متحمست له، اللي هو مجله ماجه. طبعا الابلكيشن موجوده على الاب ستور وعلى جوجل، كل المجلات تقدرون تشوفونها وتتابعونها في الابلكيشن. طبعا الاعداد السابقه وسنه 2018 بكل اعدادها وسنه 2019 بكل اعدادها. خلينا نشوف 2019. طبعا مثل ما قاعد تشوفون من يناير لين ديسمبر تقدرون تختارون كل مجله فاتتكم وتشوفون كل الاعداد الموجوده هنا. طبعا كلنا نحب ماجد وكلنا نحب نقراها مره ومرتين وثلاث، فعشان كذي ما يصير انا اتكلم عن ماجد وما تكون معنا ضيفتنا مدير عام منصات عالم ماجد. نرحب فيك استاذه مريم السركال، يا هلا ومرحبا فيك، نورتينا اليوم وجودكم. وانا سعيده وايد وانا اتكلم عن ماجد الصراحه. انا سعيده اني موجوده معاكم صراحه. انا اللي احنا سعيدين والله، بس انا لاحظت ما شاء الله يعني لاحظتي شلون ايمان كيف قاعده تشرح، لان انا شوي صراحه واقول ابلا ابلا انا ما فهمت هذيك شلون. بقول لك انا وايد من متابعين ماجد، يعني من يوم كنت صغيره اقراها وانتظرها كل اربع. شخصيتك كنت تروحين وتردين كذا على الشاشه، نسمع علمات العلوم نفس المعلمات وبعد لابسه شيء اخضر وبدله وكاشخه. حياك الله. ترى عاد كذا ترى عجبني الشرح انا صراحه عجبني. يعطيك العافيه مريم. مريم مثل ما نعرف ان عالم ماجد في خطه جديده طبعا حق هالعالم وفي انطلاقه جديده، فنبي نتكلم عن هذه الانطلاقه وشلون تشوف. نحن صراحة بغينا نسوي شمولية كاملة لماجد، لأن ماجد نحن أول ما بدينا بها طبعا كانت المجلة، ونحن كنا تربينا على المجلة، ترعرعنا عليها، كنا نعرف كسلان وأمونة وزكية وهاي الأمور كلها. نحن هذا الجيل، فبغينا احنا بعد هذا الجيل الحالي الموجود بعد يحس بنفس الاحساس اللي نحن نشعر فيه. نحن لاحظنا لما طلقنا بالقناه طبعا 2015 كانت ردود الافعال جميله جدا من الاطفال، لان تعرفون الاطفال هالزمن الاتنشن سبام مالهم سريع، يعني خمس ثواني واذا ما قدرت تجذبهم يروحون. فما شاء الله الانيميشن هذا العالم، عالم الطفل الحالي، عالم المتحرك. القراءه مش ما كانت على مثل ما كانت على ايامنا، فصار في يعني انخفاض في نسبه القراءه، وهاي طبعا فيها لها وايد اسباب. فنحن بغينا ان نرجع المجله بحله جديده متكامله وتكون شهريه، بس الشخصيات تكون لها ابعاد اخرى. حلو. يعني ما يعني هي كل حد يتحرى احنا غيرنا الشخصيه. لا. اقول لهم احنا ما غيرنا الشخصيات نفسها، موجوده نفسها، لكن اعطيناها طعم اخر. حلو. والناس يقول كيف عرفتوا، يعني ليش غيرتوا، بناء على شو؟ للناس اللي ما تعرفها هي كلها كانت بحوث عملناها مع الاطفال مباشره. حلو. وهي اول مره تسوى، لان دائما يخافون ان الطفل ما يعرف يجاوب. صح. او ما يعرف، لكن لو تسمعون الاطفال هالزمن والله واحد عمره 6 سنين يمكن اعطانا فكره زكيه بكبرها. واو. ما شاء الله. فيعني يبغون يحسون الشخص فيه له في كومبلكسيتي في الشخصيه. صح. في اعماق، في يقولون ليش النقيب خلفان، وتكون قريبه منهم اكثر. بالضبط. ليش كل دائما هو يحل الجرائم ما يحلها؟ قلت واو. صح. يعني نحن عليهم كنا لازم انه هو الطيب. صح. طيب دائما قوي ودائم، فهم بالعكس تعودوا انه في صعوبات في الشخصيه، وهذا طبيعي في الطفل. الحين وايد ذكي، نحن دائما نستهين كنا بالطفل. طبعا. فالطفل لا، صار في عمق ذكيه، صارت مش بس تقرا وهي طالبه مجتهده، يوم اللي بيشوفون القصة طبعا يقرونها شيز سوبر هيرو ات نايت، فصارت فتاة خارقة. لا تحرقين عليها. ما بحرق بس هاي الأشياء شوية أعطيكم هنتس تيزنج. بالضبط. طيب ايش الخطة البرامجية اللي جاهزين انكم تنطلقون فيها في ماجد وعالم ماجد؟ طبعا نحن بجانب المجلة أيضا عندنا القناة التلفزيونية، ونحن حرصنا أن ما نسوي كميات من البرامج، لا نسوي برنامجين بالضبط ان شو الطفل يبغى يشوف ويكون غريب. وانا يعني انا ابصم ان هذه اول مره في الشرق الاوسط يسوى برنامج مثل قدها. احنا قاعدين نشوف شخصيات الحين. انا ودي اتكلم عن قدها اكثر مريم معاك، يعني انا شفت الصدى وشفت اول حلقه حق قدها وشفت الشغل المتعوب عليه، وايد كان قريب للقلب حقي انا ويمكن حق الاطفال اكثر. وين شفتيه؟
انعرض طلع الهواء طلع اول حلقه طلعت شفت شلون قلت لي ما تدري اي انا ما شفته خلني انا اسولف ولا ترى خلينا نشوف لقطات من قدها وراجعين لازم اتمكن واصير مدرس عشان اعلم واكون متمرس يمكن اغير اصير دكتوره انا قدها في نفس الوقت صبور بعلى صوت احنا قدها يلا بعلى صوت بعلى صوت قدها قدها ونص انا ميكانيكي يلا قرما توز قطام في البحر انا بوز شف بطبخ احلى اللكات انا قدها بالعزم راح افوز بعلى صوت احنا قدها يلا بعلى صوت بعلى صوت قدها قدها ونص يلا كلكم معايا الحين نحنا قدها وكلنا واقفين عشان نوصل لنباه وفي حياتنا نكون ناجحين Never give up always do what you want يدا بيد we can reach أي مكان يلا كلكم معايا الحين قدها قدها ونص يعني مريم ما شاء الله الأغنية رهيبة يعني على الكلمات على طريقة الغناء وشخصية سالم غير الفيديو كليب صح الأغنية انتشرت في السوشيال ميديا وكسرت الدنيا والأغنية والبرنامج كمان الحين خلني أقول لك بتكلم عن الأغنية وبتكلم عن البرنامج أنت وايد مستعجل خلي مريم تجاوب أنا بقول سر من أسرار البرنامج أنا كنت بشوف بيب أنا لا زين كملي يبغى نعرف الناس لاحظوا ولا ما لاحظوا اي بشوف تفهم ولا لا انا شفت ترى اول حلقه اقول بس انا ما بحرق المفاجاه ابي مريم هي تقولها زين يلا نحن البرنامج لان يعني بغينا يكون وايد شبابي وايد يمس فئه الاولاد هاي او البنات والشباب في هاي الفئه العمريه ونحن نستمتع فيه والصغار ورسائل تكون يعني مبطنه فالرسائل ان هي سالم يكون في شغله في حياته ما اشتغل فيها وما يتوقع انها لهاي الدرجة من الصعوبة. من الصعوبة. فنحن وايد رسائل نبى لا يستهين الواحد بأي عمل. صح. يشوف الطفل كيف يعني هالوظيفة ويتعلم منها ففي وايد معلومات خفيفة نحن. إن دايركت وي. والحلو إن هاي المعلومات كنا نبها بصوت غريب صوت جديد على الساحة بالبرامج التلفزيونية. فصراحة ما لقينا أنسب من زميلنا. الله. وجارنا. هذه المفاجأة. هذه المفاجأة لا أحد يعرفها. شكرا. يعني أتمنى يكون صوتي ما ينفر الأطفال. لا والله انا تابعت اول حلقه وصوتك كان رهيب الله يسعدك صوتي بس صوتك الله يخليك ان شاء الله لا ما شاء الله اضفت لمسه صراحه كان البرنامج يحتاجها يعني مش مجامله فيك حقيقه يعني وان شاء الله يوم بتشوفه بتعرف نحن شو نقصد باذن الله لانه للحين ترى انا ما شفته لا ضروري تشوفه والله الحلقه كانت وايد حلوه شخصيته هو قاعد يشتغل في شغله يمكن تكون جديده عليه ومع الاطفال فكانت تجربه رهيبه وهو حقيقي يعني سالم اكتشفنا هو شخصيته شيء يعني هو من نوع اللي يحب يستكشف ومن نوع اللي ما بعرف وايد عن هالوظائف ما يعني صوت فيك يعني ما صورنا شيء على شخص ما يناسبه خذنا شخصيته عملنا برنامج عليه حلو هاي الطريقه انا ابغى اسالك هل الطفل الحين انه فعليا خلاص ما عاد يقرا بوجهه نظرك يعني صار متجه تماما للديجيتال انا اعتقد الرقمي هو اللي يكتسح في كافه انحاء العالم فانا عشان كذا اقول لهم الشيء اللي فرحني انه نحن موجودين في الرقمي يعني انا اقول لهم دام انه يقرا وين ما يقرا مش مهم المهم انه يقرا فعشان كذا نحن ارتئينا انه لازم مع اللونش ومع التغيير ان نكون موجودين وبقوه في الرقمي وهاي اول مره نجرب اي ماجازين واللي هي المجله الالكترونيه في العالم الغربي طبعا هذا شيء متعودين عليه ويحبونه لان كل حد عنده ايباد مو طفل ما عنده ايباد صح ويبى يقرا ويبى يرجع للاعداد فالحلو في التطبيق هذا مش بس للاطفال للكبار اللي يبون يحنون للاعداد السابقه يقرونها الكبار اللي ما زالوا اطفال كلنا ترى انا ودي اشوف الاعداد السابقه لان كانت في مراسلات بيني وبين ماجد ابغى اشوفها موجوده مو موجوده زين حلو انا بتكلم قبل تسال يعني سوري بس انا بتكلم عن الشخصيات الجديده الكرتونيه اللي اضفتوها خلينا نتكلم اكثر عنها وشون شفتي الاقبال في اول اسبوع يمكن من طرح المجله الالكترونيه طبعا احنا يعني جايتنا ردود يعني اكثر شيء من الكبار يعني هذا احنا ما توقعناه كل هالحنيه كل الناس اللي يبغون حتى في ناس طرشون لان انا رسمت هاي الرسمه وهلا يقول صورته فما شاء الله الناس قامت تبحث عن مشاركاته في الاعداد القديمه هذه ذكيه صح بالضبط هاي ذكيه الجديده لا يعني نيو ستايل وحركات خليناها مودرن جمول طبعا جمول من الشخصيات اللي ممكن مستحدثه لكن كانت موجوده جمول الطريف انه ما يعرف انه جمل كل مره يكتشف يحاول يكتشف هو من فهاي القصه الطريفه يعني جمل يقول مياو مره مياو مره ما يعرف وهاي كلها طبعا احنا بناء على دراسات شفناها وراح تكون كلها انيميشن على فكره هاي حلو. على نهايه السنه ان شاء الله ان شاء الله راح
تشوفون زكية فولي أنيميشن كرتون كامل جمول. يعني أنتم عندكم خطة أنكم تعملون مسلسل أنيميشن بالضبط كل الشخصيات، لكن تعرف الأنيميشن لأن الزمن طويل لإنتاجه، فراح تشوفونه كله على نهاية السنة كسلان زكية فطية كله بيكون أنيميشن. ضروري أن أكون مشاركة في هالعمل، ما يمكن نشوف الصوت بعد من الشخصيات بعد ما حد يعرف. عندك مشكلة والله، بالعكس يعني أنا هذا الشيء اللي أنا أتمناه فعلا. يعني مجلة ماجد من الأشياء اللي يعني خلينا نقول كذا فيها نوستالجيا كذا، فيها صح أشياء رهيبة صح من يوم صح إحنا صغار صح. وأتمنى يوم من الأيام إنه نشوف ماجد مثل ما مثلاً شفنا مثلاً مارفل في أمريكا صح صح صح. كانت بدت من كوميكس وكتب، الحين صارت تتصدر إيرادات العالم في شباك التذاكر في السينما. أتمنى يوم من الأيام إن نشوف أفلام ماجد وعالم ماجد على الشاشة الكبيرة وحتى على التلفزيون يعني. إن شاء الله. وإحنا أكيد يعني نشكر جهودكم اللي قاعد تقدمونها مريم في هالمجال، يعني ما شاء الله أنتوا دائما سباقين إنكم تطرحون الأفكار الجديدة في عالم ماجد، فأنا سعيدة تواجدك وأشكرك على حضورك ونورتينا وعلى هالمعلومات اللي خليتيني أحن لها الصراحة. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لكم. اوكي خلاص كده وصلنا للنهايه. يس نشوفكم ان شاء الله مشاهدينا في حلقه جديده باكر، ويلا باي. يلا باي.